قبل أيام حصل لي موقف هو من أشد المواقف علي في حياتي، وكنت أحتاج في تلك اللحظة إلى فرج، ولكنه ليس كأي فرج، أحتاج فرجا عاجلا الآن خلال ساعة ونصف، أحتاج أن يفرج عني قبل أن أجتهد في حل مشكلتي. فورد على ذهني دعاء بفضل الله تبارك وتعالى، لما قلته ما فرج الله عني بساعة أو ساعة ونصف، بل فرج عني بفضل الله تبارك وتعالى في 20 دقيقة. ما هو هذا الدعاء؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لاحظ الكلمات، برحمتك، لأنك إذا طلبت الرحمة فهذا أجل ما تطلب، أفضل مما لو طلبت أن يفرج فقط عنك. لماذا؟ إذا طلبت التفريج فقط فإنه قد يفرج عنك، لكن قد يفرج عنك بعد شدة، لكن إذا قلت برحمتك فإن الرحمة تعطيك أكثر من مجرد التفريج، يفرج عنك بيسر، يفرج عنك بسهولة، يفرج عنك بخيرية، يفرج عنك إلى ما هو أفضل مما تريد برحمتك، والرحمة أعز ما يمكن أن تطلبها. وإذا صادف ذلك قلبا خاشعا فكان حضور قلبك أثناء الدعاء، ثم كنت عارفا وعالما بمعاني تلك الكلمات، كان دعاؤك من أقوى ما يكون. فقط أخلص قلبك واستحضر القلب، ثم أبشر بالنتائج، والنتائج ستكون أسرع مما تتوقع.